السلام عليكم، سميتي وسام صاصق. تنقرا في الثانويه التاهيليه تاع المتنبي، علوم فيزيائيه. اليوم كان ثاني نهار في الامتحان الوطني، دوزنا الصباح رياضيات، ودابا ان شاء الله عندنا فلسفه. كاين التوتر بيان سور، وكنا بريبارينا مزيان، وان شاء الله كنتمنى يكون الخير. وهذا الشيء اللي كان البارح، دوزنا مع الصباح دوزنا فيزيك، وكان فيه ثلاثه السوايع، كان مزيان ما بيش، مهم في المتناول. العشية دوزنا لونجلي، كانت مزيانة لونجلي، كان عطونا جوج ديال لي رايتين بصح كانوا مزيانين. وصافي غدا عندنا اخر مادة عندنا اس في تي، ان شاء الله يكون خير. هي واحد الحاجة الا جينا نلاحظوا، راه التلاميذ ديما كيتدمروا، راه ديما الامتحانات. الا كنت كنبريباري مزيان وكلشي، غادي يكون شوية نتاع القلق والستريس، ولكن ماشي انك تدمر. خدم مزيان في الدار غادي تخدم مزيان في الامتحان، ما خدمش غادي يكون دوك الهضره والاشاعات بلي الامتحان صعيب وهادي وهادي وصافي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم، اسم ديالي حاتم مراد، نقرا في الثانوية المتنبي التاهيلية. دوز امتحان يعني في مستوى مزيان، وكان كانت مع البريباراسيون، كنا يعني هو هذاك المستوى. دوزت الاولى، دوزنا فيزيك، نهار الاول دوزنا فيزيك، والعشيه دوزنا لونجلي، والصباح اليوم دوزنا الماط، ودابا عندي العشيه الفلسفه. كان مزيان، الاجواء مزيانه، وكنت قشت ديجا تعاونوا معنا الاساتذه في كنا ديجا بريباري شي حاجه. كان مزيان في المستوى، يعني اللي كان كيبريباري ديجا عادي يخدم، اللي ما كانش كيبريباري راه ما عادي بسي في جي واحد. الشيء اللي كان. اسمي حفصة الطاوسي، شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسي. دوزنا في الصباح امتحان رياضيات، صراحة الحمد لله كان زوين، كان كل شيء زوين، داكشي على حسب المتناول. وكنا حيتاش المؤسسة ديالنا درنا حصص ديال الدعم، اللي صراحة كانت عاونتنا بزاف، خاصة حصص الدعم ديال الرياضيات اللي خلاتنا ندوزو الامتحان بطريقة زوينة، وكنتمنى التوفيق للجميع. البارح فيزيك صراحة كان زوين، حتى لونغلي صراحة نقدر نقول داكشي زوين، ولكن كنتمنى التوفيق، درنا اللي علينا والكمال على الله. بصفة عامة كانت شوية، كانت خاصة الخدمة باش نكون صريحة، كانوا شي بياج خاصهم الخدمة شوية، الفونكسيون كانت صعيبة شوية، ولكن الحمد لله داكشي كان زوين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين، وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.